بلغوا كل أفراد العائلة إنه عندنا اجتماع طارئ بعد نصف ساعة. اجتماع؟ بخصوص شنو؟ بخصوص إنت مالك؟ فارس، أنت الاجتماع ده بخصوص شنو؟ وإنت مالك؟ اسكت كده يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجتماع الطارئ ده بخصوص النفايات والأوساخ الموجودة ومالية الحي. أنا قررت إنه أعمل حملة لنظافة الحي، والحملة دي هتقوموا بيها أنتوا. سارة، تكلمي كل بنات الحي. سامية، أنت عليك بالنسوان. الشباب، يكلموا كل شباب الحي. الفاضل وعوض، ما تخلوا راجل في الحي ما تكلموا. الحملة دي تكون باسم عائلة عدلان الصاوي، وحيتم تنفيذها ابتداء من اليوم. أي واحد عنده حاجة؟ أنا بقول يا أبوي، أنا بقول حقه تخلوا الكلام وتكونوا عمليين. يفرنقوا وراح على عمرو. انت ما دارت فرنق عمالك؟ عايز اشيل عده الشايل ما شربها دي؟ خلي العده وامشي لحق اخوانك. نازل شوفوا، نحن حتكون دي نقطه البدايه من هنا، وبعدين المطلوب منكم تعملوا لستة بكل الناس المشاركين في حمله النظافه. نعم. انتهى. ام عوض، يعني هسه جاد احنا نمشي ندقدق بيوت الناس كو 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 عشان يجوا يشاركوا معنا في حمله النظافه دي؟ يا اخو الله، ابوي ده ذاته من نزل المعاش بقى فاضي وكل يوم عامل لنا موضوع جديد. شوف يا ياسر، ان احنا حنعمل الكلام اللي قاله ابوك، حنمشي نطق بيوت الناس دي كلها ونعلن عن الحمله. يلا شتتوا كل زول، مشيتوا قلبها، يلا شتتوا. اخيرا مما تخرجنا لقينا شغل. راح كنت طيب. ها؟ عشان والله ما دام مصلحي نظافه لنظافه، عم شو تنظف الحله؟ انا بنظف لكم المطبخ. قالوا شتت، يعني شتت به هنا. عظم الله. مين؟ لاني هنا. ايوه. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمه الله. ازيكم؟ ان شاء الله كويسين الحمد لله. والله تسلموا. نحن جيرانكم بجاي، دارين نقابل سيد البيت. سيد البيت؟ اي يا اخي، هم قاعدين في البيت يا اخي. انا قاعد في البيت ده اكثر منهم، درجة اني بحس سحب البيت ده. انا ما مشكله، نعتبرك انت سيد البيت. نحن دارينك في موضوع مهم. يا موضوع مهم؟ تفضلوا. انتوا عايزيني انا ومعايا اولادي نشيل مكشاشه وننظف الشارع؟ تعرفي انا قشه هنا ما برفعها، انا ما حصل نظفت بيتنا، لكن اذا عايزين اي مبلغ مادي ما عندي مانع. لا شكرا، نحن عايزينك انت تشيل المكشاشه وتنظف الشارع عشان تحس بالانتماء بالحي. انا معليش خليها يا ساره، نحن اللي علينا عملناه، يلا نمشي بعد ده. زمان طلب مني الشيخ. الشيخ منو؟ الشيخ منو؟ الله يديه اسمه يا اخي. خلي ما مشكله، قول بس. من مسؤول سوداني انه يخلي له واحد من مدنه زي الخرطوم. زمان لما نلبس السكروت والمركوب النمر ما في زول بيعرفني. انت منو؟ لا اله الا الله محمد رسول الله.
يا زول كلمناك 17 مرة، قلنا لك نحن جيران كن هنا، جايينك هنا ده جيرانك. جيران؟ أنا ما زول بيجيني. حتى أولادي اللي كانوا بيجوني كل أسبوع بيجوا ما قاعدين يجوا. ما بجيبهم إلا الشديد القوي. الود بعد ما يعرس بينسى أهله وبينسى ناسه وبينسى قبيلته. يتمنوا احنا بتاعنا التضعيم يا اخي. انتوا بتقوموا بعمل عظيم وانا انجازمه ولازم ابن فاهم الغبار ده. موفقين يا شباب. موفقين يا شباب. لا عيب عيب. راح 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 راح. انتوا شغالين مع الحكومة يعني المحلية؟ لان احنا ما شغالين مع المحلية. طيب دخلكم شنو بالموضوع ده؟ الظاهر عليكم ناس فارغين وما عندكم موضوع. فعلا نحن ناس فارغين وما عندنا اي موضوع، لانه احنا لما جيناكم كنا دايرينكم تنتموا للفكرة بتاعتنا، لكن الظاهر كده انكم انتم ما عندكم علاقة باي شيء. يلا يا سارة. طيب اشربوا العصير. أكيد أهل الحي رحبوا بالفكرة. أنا قلت لكم الناس عايزة تشتغل، عايزة تقدم أي حاجة للحي بتاعها، لكن بس عايزين الإنسان اللي يحركهم. يا أبوي أنا بقول أحسن ننسى موضوع الحملة ده، الناس كلها بتعتقد نظافة الحي دي ما مسؤوليته، مسؤولية الناس المحلية. عدلان الصاوي لما يقرر يعمل حاجة بيعملها. ها أنا حامشي الناس الحي وأكلمهم بنفسي. انتوا لو رسلوكم للبحر بتجوا بدون مويه وعطشانين. عدلان ده يكون مشى وين؟ يا ولاد ما قوموا نشوف ابوكم ده مشى وين؟ ما يكون في واحد من الناس قال له كلام احبطوا بيه حصلت له حاجه. عينه لو ما عايزين تمشوا تفتشوا بمشي افتش وانا. هنالن والله شفقت انا شفيت شديد لما نقرر نمرق نلحقك نفتشك. عدلان انت كويس؟ انا ما عاوزك تشيل هم يا عدلان، الناس دي اصلهم كده والموضوع ده عادي. تم تغيير توقيت الحمله من الاسبوع القادم الى يوم الغد. هلا هلا علم علم. انا نفسي عارف عدلان ده بيغني عن الناس دي كيف؟ مش قلت لكم ما في زول حيطلع؟
انا وانت ابدا بالسؤال. عم عدلك والزمن اطشى وشكل الدنيا صبحة هشة على بركة الله. زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى وسرعة تعدل فيها القشة